مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا ولقائنا الطبي الأسبوعي وطبيب على الهواء. حقيقة ضيفنا اليوم ضيف بتجمعني به يعني علاقة وظيفية، إن هو راجل بيشتغل في يعني أعصاب العيون، تخصص الحقيقة دقيق وحساس، ويمكن لا يكثر الكلام فيه على الرغم من أهميته وعلى الرغم من تعدد الأمراض اللي بيشملها هذا التخصص. معنا اليوم الدكتور عبد الله المنيسي، استشاري عيون ورئيس وحدة علاج اضطرابات أعصاب العين بمستشفى مغربي جدة، وهو أيضا زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل معهد باسكوم بالمر بجامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا النهاردة ضيف في برنامجنا طبيب على الهواء. أهلا وسهلا. الحقيقة حكاية تخصص أعصاب العيون يعني قد يصيب البعض بالجزع والخوف، لأن العين ضرة غالية، عضو حساس جدا، فما بالك أنت تشتغل في أعصاب العين، يعني أدق كويس. وأخطر منطقة في الوجه أو في الرأس. لو عايزين ندي السادة المشاهدين أو نعرفهم كده مختصرا وفي عجالة فكرة مبسطة عن تخصص أعصاب العين وتطوره. هو احنا طبعا في الأول نقدر ندي فكرة عن أعصاب العين بوجه عام. تمام. عندنا أعصاب العين بنقسمها قسمين. أي. عندنا أعصاب الإحساس وأعصاب الحركة. أي. الأعصاب الإحساس طبعا العصب البصري، وظيفته هو بينقل الصور اللي بتتكون على الشبكية داخل العين إلى مركز الإبصار في المخ. تمام. عندنا أيضا أعصاب الإحساس بالألم، اللي هي بتنقل الألم أو الإحساس بالألم من العين مع الإصابات في أمر مع الالتهابات مع أمراض العين المختلفة. الجزء الثاني أو القسم الثاني هو قسم الأعصاب الحركة في العين، وهذه الأعصاب بتتصل بالعضلات اللي بتحرك العين في الاتجاهات المختلفة. أي. طبعا عندنا برضو الأعصاب اللي بتتصل بحدقة العين وبتنظم حجم أو اتساع حدقة العين عند التعرض للضوء، عند الاختلاف المسافة بين الجسم المرئي وبين الشخص. طيب هل هذا التخصص هو تخصص قائم بذاته، ولا هو بيشمل يعني تحت تخصص اختصاصي او استشاري امراض عيون؟ هقول لحضرتك، هو طبعا احنا العرض اللي قلناه ده معنى كده ان احنا بنتوقع ان اضطراب اعصاب العين برضو عباره عن اضطراب العصب البصري او مشاكل العصب البصري. تمام. ومشاكل الحركه في العين. تمام. العصب البصري بيتعالج مع بيتعامل مع كل الامراض اللي هي عباره عن ضعف الابصار، بتيجي لنا طبعا بضعف الابصار، تغير في مجال الرؤيه، تغير في قدره العين او ضعف في قدره العين على تمييز الالوان، دي كلها مشاكل العصب البصري. في الجانب الاخر عندنا ازدواج في الرؤيه، لو في مشكله في الحركه في العين ازدواج الرؤيه، الواحد بيشوف الصوره مزدوجه او بيشوف الصوره ليها خيال. عندنا سقوط الجفن، عندنا ان العين ما بتحركش باتجاه معين اللي هو الحول. في جانب اخر برضو بيتعامل معاه تخصص اعصاب العين، الام الوجه، تشنج عضلات الوجه والجفون، الصداع يعني بانواعه المختلفه. يعني واضح ان هو تحت هذه المظله تشعبات وتفرعات كثيره من كلام دكتور عبد الله. نعم، هو نقدر نقول ان هو بين العيون وبين الاعصاب، تخصص الاعصاب. طيب لو حننتقل الى جزئيه عشان نبدا حديثنا شويه، نخش في هذا التخصص باسهاب، حكايه التهابات العصب البصري، هل التهاب العصب البصري مرض شائع؟ اعتقد ان هو مرض اذا لم يعالج فنتائجه وعواقبه قد تكون خطيره. هل هو مرض شائع؟ ويا ترى يعني ايه اسباب التهاب العصب البصري وكيفيه التعامل معاه لعلاجه؟ هو ما نقدرش نقول ان هو شائع، لكن هو برضه مرض مش نادر، يعني بنشوف كتير حالات في مختلف الاعمار، اكتر الناس غالبا اللي هم في متوسطي العمر من 20 يمكن ل 40، بنشوفه برضه في الاطفال، بنشوفه احيانا في كبار السن. التهاب العصب البصري زي التهاب في اي مكان في الجسم، لكن الحقيقه الخطوره هنا ان ده للنظر، الالتهاب بيأثر يعني بيؤدي الى ضعف شديد في الابصار في ظرف ايام قليله، فده بيخلي الانسان يقلق. والحقيقه انا بنصح الناس هنا ان اي حد يعاني من ضعف شديد في النظر في فتره قليله لازم يلجأ بسرعه للطبيب دكتور العيون. طبعا علاجه سهل، الحقيقه اهم يعني بدايه العلاج هو التشخيص ومعرفه السبب. عندنا في المتوسط الأعمار في التهاب العصبي مصحوب بمرض عصبي بيصيب الجهاز العصبي
المخ والحبل الشوكي، يمكن اللي هو مرض التصلب المتعدد اللي هو الام اس، او ده الحقيقه بيبقى جزء من، ممكن يصيب اجزاء في المخ بتاثر على الحركه، على الاحساس، على التحكم في التبول والوظائف الاخرى، الحاله الشعوريه المزاجيه، الحاله الشعوريه والمزاج، وجزء منها العصب البصري باعتباره بيخرج من المخ ويتجه للعين. فيجي المريض عنده ضعف في الابصار، التهاب في العصب، طبعا بالكشف بنقدر نعرف احنا العصب ملتهب. ده احد الاسباب في هذه الاعمار او في الناس اللي هم متوسطي الاعمار. في الاطفال غالبا الاسباب بعض التطعيمات، احيانا الطفل بياخد التطعيم وبعديها بعده ايام او يعني بفتره بسيطه بيبدا يضعف النظر في احد العينين واحيانا في العينين مع بعض. احيانا بعض الاصابات الفيروسيه، عندنا الحصبه، الجديري، اللي هي شائعه في الاطفال. بالنسبة للأطفال حقيقة بوجه عام أمراض أو التهاب العصب البصري نتائجها كويسة في العلاج، تجيب نتيجة كويسة وبخاصة في الأطفال. النصيحة طبعا إن إحنا بنسارع بإن إحنا بنشوف الدكتور ونبدأ ناخد العلاج. طيب هنا في جزئية متعلقة بهذا دكتور عبد الله، أنا من أحد المهتمين بها، وطبعا ودي يمكن جزء ورسالة من رسالات هذا البرنامج التثقيفي التعليمي، اللي هو التوعية ضد ما يضر الإنسان. يعني احنا كنا بنتكلم عن صحة الإنسان، فمن نوعيه برضو على اللي بيضره التدخين، التدخين اللي هو هذا الوباء أو هذا الإدمان زي ما بنسميه، وتأثير التدخين المباشر، لأن أعتقد أن التدخين له تأثير مباشر على صحة العين وتأثير أيضا مباشر على العصب البصري، وبعض الأدوية اللي بتستعمل ساعات عمالة على بطال وتأثيرها على العصب البصري. طبعا التدخين، احنا بنتكلم عن التدخين والتلفزيون بيتكلم والإعلام بيتكلم. المدخن ما بيحسش ان هو عايز مرض خليه يفقد البصر فيقول والله لا يبقى ده التدخين هو السبب. ما بيحصلش كده مع التدخين، لكن بيحصل ان هو بيضعف العصب البصري ويحصل ضمور تدريجي على مدى اشهر وسنوات. تجربة بسيطة، الانسان المدخن اللي هو بقى له مدة طويلة بيدخن، لو غطى عين وبص للتلفزيون الالوان، من الحاجات اللي بيلاحظها ان الالوان مختلفة في لو قارنا بين العينين ممكن يلاقي فرق شوية. فمن ضمن الحاجات اللي بتبين تأثر العصب البصري ضعف القدرة على تمييز الألوان. الحقيقة طبعا احنا نقدر لما بيجينا العيادة نقدر نعرف الفرق، نعمل رسم لمجال الرؤية بنلاقي فيه تغيرات في أجزاء، عتمات في مجال الرؤية دي بسبب التدخين. طبعا يلحق بالتدخين المشروبات الكحولية، ودي أخطر في أنواع المشروبات الكحولية، بتؤدي إلى عمى تام أو ضعف شديد في الإبصار، اللي فيها تركيب الميثايل، اللي فيها الميثايل. عندنا الجانب الآخر وهو الأدوية، باعتبار العصب البصري كمختلف أعصاب الإنسان والمخ حساس للمواد الكيماوية وللسموم وللأبخرة اللي هي الكيماوية. ففي بعض الأدوية اللي ممكن تستخدم لو استخدمت بطريقة مش مظبوطة بتعمل ضمور في العصب البصري أو بتأثر على العصب البصري. منها على سبيل المثال الأدوية المستخدمة في علاج مرض الدرن، الأدوية المستخدمة في بعض أدوية القلب، بعض أدوية الملاريا، بعض الأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوي للأورام. كل دي بتأثر على العصب البصري والرؤية، ولكن لحسن الحظ أنها مش هي يعني من طبيعتها أنها تأثر، ولكن ده إذا خدناها بجرعة مش مظبوطة، لأنها مرتبط تأثيرها مرتبط بالكمية أو بالجرعة اللي بيتناول بها الإنسان الدواء. الجرعة والوقت. والوقت طبعا إيه العمل في الحاجات دي، أنه ننصح الناس أنه هو أي حد بيستعمل هذه الأدوية أو غيرها، أولا الأدوية كقاعدة عامة مفروض أن احنا عارفينها ما تستخدمش إلا بأمر الطبيب، تمام، وتحت المتابعة المستمرة. أيوه. إذا كان هناك دواء معروف أنه هو تأثيره إذا استمر على العصب البصري، فيبقى محتاجين نشوف المريض على فترات أقرب. بننصح المريض أنه هو يحتاج لو حس بأي تغير في النظر، في الألوان، في مجال الرؤية، في ضبابية في الرؤية، بيبدأ يوقف دواء لغاية لما يراجع الطبيب. تمام، بستأذنكم وبستأذن الدكتور عبد الله أعزائي المشاهدين، وبناخد وقفة إعلانية قصيرة وبنرجع نكمل الكلام في هذا الموضوع اللي أعتقد أنه من أحد المواضيع الهامة من خلال هذا البرنامج.